karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben. En yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem. لك شو بدي اعمل بهالمرة؟ شو بدي اقول؟ والله ما بعرف. اخي اهدى شوي. شو صار كمان؟ مين زعلان؟ شو بيعرفني ليش هالمرة زعلانة؟ ما فهمت شيء. كل هاد بسببي. طيب يعني لوين رح تروح؟ بلكي فيها شيء. عمتي انت اليوم ما حكيتي مع ابنه؟ دقيت بس ما عم تفتح التليفون. ما رح ترد لانه حضرتها بدها تبهدلني. ما رح ترد. شوف ما عم ترد. أكيد بتكون عند قرايبينا، بدها تخجلني قدام الناس. طيب شو اللي صاير؟ متخانق أنت وياها يعني؟ ما كانت تعمل هيك شيء؟ بنوب عمي. جدي ما دخله. زعلت منها. ليش شو عملته؟ لا بسببي هيك صار. الذنب ذنبي أنا. مو ذنب حدا. أبي اهدى وخبرني شو الموضوع. والله ما بتتخيل قديش انبسطنا بهالفتي. المرة الجاية جيب سيران وتعال. مو غلط ما نروح شي يوم. وسعيد علي وجونجي بيغيروا جو كمان. والله بينبسطوا كتير. الو، نحن رايحين على المطعم، انتوا وصلتوا؟ خالي تعال بسرعة، خالي سيران داخت وقعت هون. شو داخت؟ وينكن هلا؟ داخت بمدخل المدرسة. طيب جاي فوراً، اوعى تتحرك من مكانك. ايه؟ ماشي. شوفي خود هدول سيران دايخة. شو صار؟ شو؟ طيب خبرني بيجي إذا بدك. مدحت لا تعذب حالك سيد أبو خليل. أنت قلت اللي عندك. من هلأ ورايح شو ما قلت ما رح اسمعك. بطل عناد بقى وافتحي الخط. خلص سكت بقى تتصل، رح تعاند أكتر. روق شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. ما كنت رح أقول بس لازم تعرفوا، السيران داخت بالمدرسة. شو؟ لا تخافوا ما في شيء، مدحت رح يشوفها هلأ. شو صار؟ ليش داخت؟ والله ما بعرف، سعيد علي اتصل فيه وقال عمتي داخت ومدحت رح لعندها. يا ربي، يعني شو صار معها هيك فجأة؟ كانت رح تجيب الأولاد وتجي على المطعم. يلا خلينا نروح نحنا كمان. يلا لا استنوا شوي، ما في داعي تقلقي هلأ، مدحت رح يوصل. شوفها وخبرنا ونشوف شو رح نعمل. لك والله ما بعرف شو عم يصير، منين كل هالمصايب عم تنزل علينا.
سيران؟ مدحت بنتي مو هون. كيف مو هون؟ ما بعرف، أبوها أخدها طلعت ما لقيتها هون. أبوها أخدها؟ شافوا سعيد علي. نحن كنا طالعين من المدرسة، إجا أبوها لجونجي أخدها معه وراح، بس هي كانت مبسوطة لأنه أخدها معه. سيران، هالزلمة كيف هرب من السجن؟ شو بيعرفني؟ ما بعرف شو رح نعمل هلأ. هذا الزلمة أخذ بنتي وهرب فيها. مدحت، هذا ما رح يخليني شوف بنتي، مستحيل يرجعها. روقي شوي بس، روقي ماشي؟ ما رح يصير شي، لا تخافي. مدحت، ما فيها أخذها مننا، ماشي؟ بس روقي ورح جيبها بوعدك. كنان، وقف، اسمعني بترجات، قلي ليش عم تعمل؟ ايش شو اللي صار؟ عن جد ما بعرف يا، كيف وصلت لهالحالة؟ كثير صبرت عليك قلبي، كثير. صدقني حاولت كثير لأقدر انسى عمايلك الوسخة بس ما نفع. كملت بوساختك، أنت اللي خليت الأمور توصل لهي المرحلة. قلبي هلا صار دين علي يسكر دفتر الماضي ويدفنه بالحفرة، هذا عقابك. لك أي ماضي وأي دين، خلصنا بقى. لا بنوب لسه ما في شي، خلص. وقت تدفن تحت التراب هيك رح تشفى من خباستك، رح يكون هذا أحسن دواء طبيعي لحالك. بتعرف ليش؟ لأنه بيسحب كنان، بيسحب الوسخ والميكروبات يلي بقلبك لجواته، وبعدين رح يحوله لشي مفيد للطبيعة، يمكن تكون شجرة أو زهرة حتى لو صبارة. قديش حلو هذا الشيء. بترجاك لا تعملها، الله يخليك لا تعمل هيك. لا لا، دخيلك ما تعمل هيك. اسمعني لو سمحت، بعرف مستحيل تعمل هيك شيء، بترجاك طلعوا فورا مشان الله. انت بس روق، بنقعد بنحكي وبنحل كل شيء. طالعه بترجاك. انا مو معصبه. ضميري مرتاح بعد كل شيء عمله جوزك، صدقيني هذا العقاب حتى قليل عليه. بعد هلا ما بقى اشفع عليه ولا رح يحن قلبي. هالزلمه كثير اذاني. الله يخليك لا تعملها، بترجاك يا الناس اللي اذاه، ولا هيك لبقى تبكي وتوسلي، لانه ما رح سامحه بنوب، رح اعاقبه على كل اعماله الوسخه. شبك بترجاك، انت مالك هيك، ما فيك تعملها. تذكر كم مره نبهتك وقلت لك ما تعمل شيء من ورا ظهري؟ كم مره سبحتك ودافعت عنك كمان؟ قلت لك بعد عن خليل وملك وما تزعجهم وما بقى تتدخل بحياتهم. انت ما سمعت مني ابدا، ولا هيك ما راح اسمع منك ولا كلمه. شغلها كنان. لا لا، وقف بترجاك كنان، لا تعملها. وقف بترجاك، وقف ولا لا كنان. بترجاك يا كنان، الله يخليك. لا لا كنان، ليش ما بدك بصير بس وقفها؟ ما تعمل هيك، لو سمحت وقفها. كنان بدك توقفي، ما تعمل هيك يا كنان. بترجاك، بوس ايدك، بوس ايدك. لا كنان، كنان لا، كنان رح يموت. بوس ايدك وقفه يا كنان، بوس ايدك. لا طيب، تسلم اخي تسلم، منيح انك خبرتني، شكرا لك. قال لك وين راحت؟ ايه هي بهالفتي. اختي انتي روحي مع ملك على البيت، بس يتصل مدحت وتعرف عن سيران اتصلوا فينا، انا واخي هلا منروح على هالفتي ومنجيبها ومنجي. عمي وانا خليني اجي معكم كمان. لا ابني لا تجي، انا خليني بالاول اتحاسب مع امك. لك حساب شو يا؟ راح نروح نجيبها ونجي. امشي. بترجاك الله يخليك لا تعمل هيك، رح يموت. لا تعمل، الله يخليك، لو سمحت توقفها. ضميرك ما رح يرتاح اذا الطفل يلي ببطني زيادة. انا شو بدي اعمل اذا مات قلبي؟ بترجاك توقفها يا ربي، دخيلك. قلبي كيف فيك تكون مشرك وانت ما عندك قلب؟ واقفة بوعدك اعمل كل اللي بدك، ما بعمل شيء بدون اذنك، وبخبرك عن كل شيء. انت بس طلعني من هون، لك نحن اخوة يا كنان. ما بوثق فيك ولا بهذا الحكي بنوب، اعطيتك اللي بدك تحلف فيه، اسست شركة مشارك ولك، بس راسك يابس وشو ما بقلك بتروح بتعمل عكسه. جغلة كنان، طلع الله يخليك. بترجاك لا تنسى، ما عندنا حدا غيره. بترجاك كنان، بترجاك كنان، خلوني وقفوها. كنان اسمعني، فينا نتخانق بالحكيات ما بدك، بس مو بصير تقتل اخوك. كنان اوعك، اوعك انا اخوك. انت رح تخلي ابني يصير يتيم؟ شو يعني طفلي عايش يتيم؟ بترجاك وقفها، بترجاك كنان وقفها.
انت بتعرفي منيح كيف تستغلي وجع الواحد وتضربيه بنقطة ضعفه مثل زوجك، ما هيك؟ خايف على ابنك يكبر يتيم ما؟ كنان خلص لا تعمل هيك، خلصنا بقى. باخذ قلبك ونروح ماشي، ما عاد تشوف وشنا، خليه يعيش بترجاك. هاي الفكرة حلوة، أنا كمان فكرت فيها بس فشلت، قلبي كل مرة بعده كان يرجع لعندي، ما نجحت هاي الطريقة. فكر منيح، إذا خطرت على بالك فكرة أحلى تخلصيني من هاي البلوة، احتمال إنك تقدري تنقذي لجوزك. كنان! كنان! وقفة! وقف! ما تروح! إيه ماشي، في فكرة ببالي، وقفة الله يخليك، بعمل لك اللي بدك يا بترجع. كنان وقفة! بعمل أي شيء بس تتركني عايش، وقفة! وقفة عم أقول لك! وقفة! خلص ما وقفة! لك أنا رح موت، وقفة! كنان! السيد أبو خليل كان كتير معصب بس إجا. صار يعيط ويصرخ على الست زمرد لأنها قلعت الست دفنة. حكاها كلام قاسي وهي أكيد زعلت. بعد هيك ماشي خلص يلا منحكي بعدين. أمي ما عاد أزعل عن جد، كنت بعرف رح يصير هيك، ستي هي اللي خلت جدي يوصل لهالحالة ويعصب منها. عمر أنا آسفة مرت عمي، صدقيني ما كنت بدي يصير هيك، يمكن كان لازم أحكي معكم بالأول، الحق علي، ما قدرت أفكر بهديك اللحظة، ما عرفت إنه الأمور رح تتعقد، ستي طلعت من البيت بسببي، كتير زعلت عليها. لا تعمل هيك لو سمحت، بتضل ستك. طلعي فيني، أنتي ما إلك ذنب، ليش لتلومي حالك؟ قللتي أدب معها؟ لا، هي قلعتك من البيت، ما في مبرر لشي اللي عملته بنوب، إذا بدها نحترمها بدها تعاملنا نفس الشي صح؟ لا ابني، لا تحكي هيك، هي ستك بالنهاية، وبعرف كمان قديش بتحبها، أنا ما عم برر لها هي غلطت، يعني أكيد مو من حقها أبداً تعاملكن هيك معاملة، بس صار اللي صار، هلأ خلي الوضع يهدى والكل يروق وبتروح تحكي مع ستك. لا ما بدي أحكي معها، أخذت قراري، بالأول يجيبها جدي وبعدين باخد دفنة ومنطلع ومنعيش لحالنا. والله ما بعرف إذا ستك رح ترجع، شفت خزانتها أخدت كل أغراضها وراحت. يعني والله يعيب هذا اللي عم يصير، الحل اللي لقيتي لي إياه ما ضلنا لا شرف ولا كرامة منشان حضرتك. إيه قلباي كان رح يموتك، عم تفهم؟ يعني لو هو موتك شو كان رح ينفعك شرفك وغرورك؟ اللي مشان الله بقى بدل ما يشكرني لأني أنقصته جاي يحكي معي كمان. بس بتعرف عن جد كنان معه حق 100%، انت عن جد ما رح تصير مثل الخلق يا، مستحيل انك تعقل، مهمك ابنك بس أنا بهمني، لهيك حضرتك مجبور تتحمل مشان تعيش، يلي خليتني أعيشه اليوم رح يضل دايم برقبتك. ولك أخرسي بقى، بس يا ريت متت وخلصت منكم يا. مين منعك تموت يعني؟ كنت عم تبكي بالحفرة. لا تذكريني. يلا الباي عم بستناك. يلا شرحنا الوضع بالمغفر وقدمنا شكوى، بعدين اتصلنا بإحسان قال بكرة رح يشوف إذا الزلمة كان هربان، وبالمغفر فتحوا له ملف بس مو مبين شي. ليش لا يعمل هيك هالزلمة؟ يعني ما كان يشوف بنته بالسجن؟ بنتي ما كنتي تاخدي له إياها وقت الزيارة؟ ما أخذتها، بس كان في إذن لتروح مو هيك؟ من حقه يشوفها صح سيران؟ يا ريتك أخذتي له إياها ليشوفها. كنت عم فكر نفس الشي، حتى حكيت مع سيران كذا مرة وقلت لها خلينا ناخدها بوقت الزيارة. إيه بس أنا ما قبلت لأنه ما كان بدي إياها تشوف أبوها بالسجن وتزعل. هو بس ما شاف بنته، هرب وأخذ بنته بهي الطريقة. رح أروح شوف بنتي، ما فيني استنى أكثر من هيك، رح أروح أدور على بنتي الله يخليك. شو بدك تعملي؟ رح تدوري عليها بالشوارع؟ اهدي شوي، الشرطة رح تلاقيهم.
منروح الصبح؟ ما فيني أقعد واستنى، عن جد تفهمني لازم روح دور على بنتي، ما فيني أقعد. ليك يا حبيبتي، نحن أصلاً منعرف وينها، يعني بنتك عند أبوها، لا تعملي هيك لو سمحتي. يلا زوجك حكيه مظبوط، هي مو عند غريب، بالنهاية هاد أبوها. هادي أوف. بلش. شوفي ملك، أنا إذا ما بدك ترجع الحفرة حكي مثل الخلق. عالباي يلا. طيب بدي سجل، أحكي منيح. ملك مرحبا. كنت متخيل اليوم رح ننبسط، يعني تخيلت نجتمع كلنا على السفرة وناكل مع بعضنا، وانت كمان من أول ما طلعت لقيت المشاكل ناطرتك. مكتوب علينا الزعل والفرح، والمشاكل ما رح تنتهي، بس مع بعض بتكون أسهل. من هلأ ورايح رح نشوف طريقنا ونترك الماضي ورانا، لأنه بعد هلأ كل شي رح يكون منيح. بس هيك اجت المشاكل كلها فوق بعض. ايه يلي صار اليوم مانو منيح، بس كل مشكلة وإلى حل، وبوعدك كل شي يتحسن. طالما جنبي ما بقى يهمني شو ما صار يصير. مين الأولاد؟ مين هاد؟ ما في شي مهم. لا خليني أعمل قهوة ومنشربها مع بعض بالصالون. ماشي ملك؟ أكيد ما في شي. مين بعت لك رسالة؟ خليل سامحني، بعتذر عن كل اللي صار. أنت بسببي مريت بكتير مشاكل، بعرف أني تماديت معك كتير، أنا كتير بعتذر. من هلا ورايح ما رح يجيكن وجع راس مني ابدا، بوعدك. اصلا رح اطلع من عينتاب، الحمد لله على السلامه وبعتذر. شو هذا؟ شو عم بيحاول يعمل هالزلمه؟ هو اللي بعت لي الرساله من شوي. افتحي لشوف. ملك مرحبا، بعرف انه صارت مشاكل كتير بيناتنا بسببي، كانت حياتك كلها هموم، بدي تسامحيني، بعتذر. من هلأ ورايح يلي بيربطنا هو الأولاد، صدقيني رح أعمل كل اللي بقدر عليه ليكونوا مبسوطين، عن جد ما رح سبب لك مشاكل بوعدك. أصلاً أنا رح أترك عنتاب وبكرة بدي إشي ودع الأولاد. مع السلامة. شي غريب، شو صاير له هاد؟ هلأ شكله جن؟ ليش عم يعمل هيك؟ طيب ليش لما سألتك ما قلتي لي الرسالة منه؟ ها؟ شو بيعرفني؟ يعني ما بعرف، بعد اللي صار بيناتكن خفت قلك، صرت عم خاف من كل شي، ما عاد بدي يصير شي بيناتكن مرة تانية. بالنهاية ما حدا عم يتضرر غيرنا، ما هيك خلي؟ إذا عصبت وعملت له شي هالمرة عن جد ما بقى فيني أتحمل. ليك أنا كمان ما بتحمل تحطي بقلبك وتجي على حالك كرمال ما أزعل. مو هلأ حكينا ووعدنا بعض، ليش عم بتخبي علي؟ لو ألباي ما بعت لي ما كنتي رح تحكي. ما عم بتحملي حالك فوق طاقتك، ما بدي تعملي هيك. فينا نحكي بكل شي سوا، ماشي؟ اوعك تردي على سخافات ألباي أبدا، اتفقنا؟ اتفقنا. صار اللي بدك يا مبسوط هلأ؟ أنت غلطت وكنت مجبور تعتذر منهم، هذا الشي كان دين برقبتك. ماني مديون لحدا بنوب، عملت اللي بدك يا. نفذت فكرة فوندا، أنا كنت الوسيلة، بس فكرة اعتذارك منهم كانت الحل الوحيد مشان تطلع من هديك الحفرة وما تموت. يعني أنت لسه ما عملت الشي اللي بدي إياه. شو عم تقول يا؟ شو لسه بدي أعمل؟ شو بدك؟ أوه بس ما بيصير تتعب أوام.
شو صار للبي اللي كان عم يترجاني بالحفرة؟ اللي هلأ شو بدك؟ ايه اكيد ما رح اعتذر من كل عين تاب، ما هيك؟ حلو والله، شو رأيك اعتذر من كل تركيا كمان؟ كتير عليك، ما هيك؟ لا تجنني، قول شو بدك. كنان الله يخليك، احكي شو بدك، خلينا نخلص من القصة بقى ونرتاح كلياتنا. إذا عن جد بدك تضمن حياتك رح تعمل يلي بقلك عليه، بعدين بتضب غلطك وبتروح أنت ومرتك على أضنا. أكيد ما رح تنسوا معروفيات، لأنكم رح تروحوا على شغل مأمن وتأسسوا حياتكم من جديد، ورح يكون كل شيء هنيك جاهز. ماشي، شو بدك قوله وخلصني. بدك تحكي كل شيء. شو قصدك؟ اللي قلت لك لا تعمله وعملته من وراي، بعيلته بمحمود وبيت السوق واللي عملته بخليل، رح تحكي كل اللي عملته وما بتنسى شيء. حريق السوق ولعبة البيت وكل شيء. شو عم تقول لك كنان؟ ها؟ هالشي ما بيفرق عن قتلي اصلا. الملف يلي اعطيتني اياه طلع عن فيلم وثائقي، شو عم تضحك علي؟ اها، شو الفيلم؟ ما بتعرف؟ ما فيلم عن الأسود، عرفته؟ يمكن يكون فيلمك الوثائق الحقيقي مع إدريس، لأني أخذت التسجيلات اللي خباها إدريس، ما بعرف يمكن يكون بدلها، بس ما عندي تسجيلات غيرها بنوب. إدريس وينه هلا؟ هلا أنت شو بدك بإدريس؟ بتعمل يلي أعمل لك عليه. بدك تقول كل شيء والتسجيل رح يضل عندي وما رح ترجع لهون مرة تانية. إذا رجعت صدقني رح تصير معك أمور بتخوف كتير. ما عم بحكي هالحكي لخوفك، يعني هلا خلصت من الحفرة بس ما رح تخلص مني بنوم. لاقي التسجيلات خليها معك ولا تعمل هالشي. أنت بموقف ما بيسمح لك تتفاوض معي. يلا خلصني. ليك فوندا توترت، رحمة شوي. يلا تفضل فوت. طلع أخي، في ضو شغال، لا زيد على المرة، لا تعصب عليها، شوي شوي حاكيها مثل الخلق. يلا يلا على السريع. يلا أخي روح بقى. مرحبا ستة مرات. شو ليش اجيتي لهون؟ شو ما صار ما كان لازم تتركي بيتك. بعرف اني عصبت، بس هذا من اللي عملتيه؟ يعني معقول الواحد يترك بيته ويروح مشان كان كلمة انقالت بلحظة زعل؟ إذا حس انه ما بيقيله قيمة بالمكان اللي هو فيه بيروح. كل هالسنين عملت كل شي بيطلع بإيدي مشان حافظ على بيتي، مشان ما يخرب بيتنا. صبرت كتير ووقفت بوش المشاكل، كان كل همي نكون عيلة متماسكة وقوية، ما بتخاف تواجه المصاعب. أصلاً يا زمرد نحن عائلة واحدة،
فرحنا وزعلنا وكل مشاكلنا بتنتهي تحت سقف هداك البيت. ليش ست البيت لا تترك بيتها وتيجي تعيش لحالها؟ انت من فترة عملت نفس الشيء، تركت بيتك واجيت لهون ولا نسيت؟ اجيتي لهون لتجاكريني؟ صدق اني ماني بمزاج بيسمح اني جاكر حدا او ناقش حدا، بس بعد الحكي اللي حكيته ما لقيت ولا سبب يخليني ابقى بالبيت بنوب. فهمت؟ هيك احسن للكل، خلي كل واحد يعيش مثل ما بده. المرات اللي عملتيه ما بيليق فيكي ابدا. لما سمعت انك قلعتي كنتنا من البيت والله ما صدقت. قلت اكيد لانه معصبه. هلا هي القصه انتهت وما في داعي نكبر الموضوع. جيت لاخذك ونروح على بيتنا. عذبت حالك على الفاضي. ما رح اجي. خليني كمل بقيت عمري بهالغرفة وعيش هون بكرامتي، أحسن لي ما عيش بهداك البيت وما حدا يحترمني، وهيك بترتاحوا مني وما بيجيكن وجع راس. يا حاجلو لا تعملي هيك، أنت بيتك ومكانك جنبي، ما فيني أتركك هون. شو الفايدة إذا بدك مرتك تكون جنبك بس مو عامل لقيمة؟ كل ما تعصب بتتصرف كأني ماني موجودة. روح هلأ، تركني لحالي. خلص بلا عناد. ها انت بتعملي هيك دائما وبعدين بتقول ليش بتعصب وتصرخ علي؟ شو صار؟ الحق علي، جيت كل هالطريق مشان حكيها وراضيها. خليها تضلم عندي، خليها. شو عملت؟ أكيد صرخت عليها، ما هيك؟ لا صراخ شو يا؟ حكيت معها مثل البشر، قالت ما بدها ترجع. وانت ليش لحقني؟ لسه ما تعصب ما صرخ. طبعا سمعه وطال علي، ما هيك؟ الكل بيقول جمالي عصب وصرخ، بس ما حدا بيسأل شو اللي خلاني عصب. دائما أنا الغلطان. أبو خليل الله لا تبلش يا أبو محمود، سكر على الموضوع. ما بقى تحكي شيء أبدا. أنا ما كان لازم أجي لهون، وأنت ما كان لازم تجيبني لهون أبداً. شو بدك ياني اتبهدل بعد هالعمر؟ خلص ما بقى رح ترجع حدا. هي لازم تعرف غلطها وترجع لبيتها، عم تفهم؟ ما عملت النقيمة وهي ليكنا راجعين. شو جابنا لهون هلأ؟ رح أشوف شي. شو هي؟ الست سيران كرداغ، إن رفضك مراراً وتكراراً لرؤية موكلي أردال جتين ابنته غونجي جتين بشكل قانوني يجعلني مجبراً على إخبارك برفع دعوة ضدك بهذا الشأن. شو هاد؟ إمتى إجت هالورقة؟ هدول إجوا من أردال. بعد هيك المحامي بلش يبعت رسائل. عرف إنه تزوجنا وكان بده ياخد جونجي على السجن، يعني كانت من حقه ياخد بنته مني. بعدين صارت تجي رسائل من المحامي وعم يهدد برفع دعوة. أول شي ما اهتميت وما أخدته عم أحمل الجد، حتى كبيت شي ما قريته. لو تطلع هيك ما حبيت زعل جونجي، قلت رح يتخلى عنه وينساها، بس الزلمة ما نسيها. ما عم بفهم كيف عم تعملي هيك شيء. شو ما كان يكون هالزلمه هو ابوها لبنتك، وحتى من حقه قانونيا يشوفها، وهالشي مهم لجونجي كمان. لك مالك منتبهه انه جونجي عم تزعل لانه ما عم تشوف ابوها؟ يعني ما رح تزعل اذا شافته بالسجن.
برأيك ليش البنت كتبت رسالة لأبوها هداك اليوم؟ ليش لا تكتب رسالة لأبوها اللي حتى ما بتعرف وينه؟ خليني أنا قلي، لأنه عم تشتاق له وحابة تشوفه، فهميها بقى. أردال ما تخلى عن بنته بنوب بس جبرتيه يخطفها، هيك أحسن لك يعني؟ فهميني كيف بتخبي كل هالأمور عني سيران؟ ليش ما قلتيلي عن هدول؟ ما قدرت خبرك عنهم لأني خفت من عصبيتك، بس مع هيك كمان دمرت كل شيء. منيح، خلصت من هالشغلة. إن شاء الله هي نهاية أخطائك يا ألباي. اعترافك هذا يا أما رح ينقذك يا ألباي، يا أما رح ينهي حياتك، وهالشي ما حدا بيقرره غيرك. هذا كل شيء عندي. لا تغلط وترجع تجي لهون، فهمت؟ بالمناسبة لا تضيعوا وقت، لا تروحوا، خذوا معكم أغراضكم الشخصية بس، لأنه بيتكم بأضنة مفروش وجاهز وفي كل شيء بتحتاجه. أكيد ما رح نروح بهالسرعة لهونيك، مو هيك؟ خليني أودع أولادي، إلي حق بهالشي بعتقد. بصير؟ ودعهم. بعتذر منك يا روحي، ما كان قصدي اني زعلك ابدا، بس انا هيك اذيتك ووجعتك كتير، سامحيني بترجاكي. الا اللي صار بسبب عصبيتي الزايده، الحق علي اني بعدتك عن ابوك. ارجعي لي مشان الله. سيران، ليكي أنا جهزت الأكل، اطلعي كلي كم لقمة، ما بيصير هيك. ما لي نفس أكل شي أبدا، اتركني أقعد لحالي لو سمحت. عمي، وين مرت عمي؟ ما اجت معك؟ لا، ما كانت تيجي معي. شو بدها تعمل لوحدها هنيك؟ ليش معنده هيك؟ شو ما بدها تعمل تعمل، انا ما كان لازم اروح لهنيك، ما فادني شيء غير انه تعبت وارتفع ضغطي. انا رح اخذ ادويتي ونام، ما حدا يزعجني. ها شو بدنا نعمل هلا؟ لا تعملوا شيء حاليا، اوعكم تتصلوا بمرت عمي احسن ما تعند اكثر. عمر، شو رأيك أنت تحكي وتعتذر منها؟ ما رح أحكي معها دفنة، أنا ما غلطت معها لحتى أروح راضية. هي اللي غلطت وقلعتك من البيت. حبيبتي دفنة، تركي الأوضاع تهدى شوي وبعدها منتصرف. أنت كمان لا تضغطي على عمر كتير ولا تزعلي حالك، بكرة كل شي بيتحسن إن شاء الله. وين راحوا الأدوية؟ يا الله وينهم مبينين؟ بلدان، وينكن يا بنتي؟ طلعوا لهون. خليكي أنا بشوف. عمي؟ إيه؟ خير شوفي؟ وين أدويتي؟ ما عم لاقيهم، يا ترى وين مخبيتهم؟ ما بعرف، لأنه مرت عمي هي اللي كانت تعطيك ياهم، بس في مجموعة أدوية تحت، بجوز يكون دواك واحد منهم، أنت أدرى مني بهالشيء. يلا خلينا نروح نشوفه، إلا ما فيني يتحمل الضغط كله. يلا تعال شوف. والله ما عم بفهم ندم ألباي هاد، شو صار حتى تغير لهالدرجة؟ والله وأنا كمان ما عم أفهم على ألباي، إن شاء الله ترتاحوا منه للأبد. يعني عن جد مصدقين هالشيء؟
بقصد الباي ما فيه يقعد بلا مشاكل، هاي طبيعته. طيب شو بتفسر انه بعت هالرسالة؟ لو ما تغير ما كان عمل هيك، يعني ان شاء الله يتركنا بحالنا وما بقى يعمل مشاكل ويزعجنا. بس مثل ما قلت يا رضا، الباي ما بتأمل له، وملك خايفة اني ارجع واغلط واضربه لقلبه. شريك انت طالع من السجن جديد، معها ملك تخاف عليك، عارفة انك ما رح تعيد نفس الغلطة، بس كمان بتعرف الباي وندالته، بتعرف انه شخص عديم الاخلاق وما بينوثق بكلامه، وانت لك كمان حدود للصبر، لهيك خوف ملك طبيعي. نصيحة اخي خليل، اوعك تجاوب على رسالة الباي بحرف، لانه هذا الباي بيطالع حجة وبيرجع بيعمل مشاكل مثل قبل. لا يا احسان، لا أنا ما بظن أنه الباي رح يواجهني مرة تانية. إن شاء الله يروح مثل ما قال بالفيديو وحياتنا بترجع طبيعية ومنعيش مثل ما بدنا. كل اللي عم بصير، يعني كل المشاكل اللي عم تقع فوق راسنا سبب تصرفاتك الغبية الباي. سلمت كنان كل مفاتيح حياتنا. الزلمة ضغط علي على أساس إنه نحن أخوي، طعني بظهري وراح تحالف معهن، باعني بسبب حبه لفيلتان. يعني كيف ضحى فيه بكل هالبساطة؟ وأنت كمان شكراً إليك، عطيتي فكرة كتير حلوة، خليتيني انزل واعتذر من خليل. برافو عليكي، كتير عم توقفي جنبي. شو كنت بدي أعمل؟ شو كان لازم أعمل؟ قال باي، أنت اليوم كنت رح تموت، تعرف هذا الشيء؟ أنقذتك بآخر دقيقة، كنان كانت عيونه حمرة منك، قلت لحالك إنه إدريس مانو موجود. وين إدريس يا ألباي؟ أكيد كنان قتله، أنا اليوم تأكدت من هذا الشيء. شوف كل هاي الشغلات اللي عم تصير معنا، سبب تفكيرك الغبي اللي وصلنا لهالمرحلة. هلأ رح نترك كل حياتنا الحلوة اللي هون ونسافر على أضنا على مكان جديد ما بيشبهنا. الله وحده بيعرف شو لسه بده يصير معنا، وهداك الحقير كنان شو مخبينا لسه بعد أكتر من هيك. خليتني أعيش كل هاي الشغلات وأنا حامل يا ألباي. هذا أكيد كنان. شو لسه بده يخبرنا بعد يا ترى؟ إدريس؟ وينك انت لك؟ وينك انت؟ لك انا شو حكيت معك؟ شو فهمتك؟ ما ضل ولا مصيبه الا وجهت على راسي. اخي استنى علي شوي رح فهمك. شو بدك تفهمني؟ ادريس بس اختفيت عنا فكرناك متت. شو عم تقولي انت؟ ليش لموت؟ ادريس انا بعرف باتفاقكم اللي عملته انت يا وعلي. غبي بعدتك لحتى تقتل كنان، حضرتك اختفيت عن الوجود وما بينت، شو اللي صار معك؟ وين كنت مختفي كل هالفتره؟ كنت بالضيعه اخي. لسه بيقول لي بالضيعه؟ أنا بدي خلص عليك من إيدي هدول. أنا بعدتك مشان تقتل كنان ولك غبي، ها؟ إيه بعدتني، بس شو بدي لك يا أخي؟ كمان عندي حياتي الخاصة، في شغلات بتصير برات إرادتنا. وقت كنت بدي روح أقتل كنان وصلني خبر وفاة أبي، رحت لهاتاي على السريع، وبس رجعت من هنيك جيت لعندك فورا. وليش ما عم ترد على تليفونك؟ اتصلت فيك ألف مرة. أخي فهم علي، عم قلك توفى أبي، كيف بدي رد عليك وأنا بهالحالة؟ الله يرحمه، فشلت كل خططنا وخرب كل شيء عملناه يا إدريس. لا تاكل هم يا أخي، وعد رح انهي الموضوع. شو بدك تنهي ولاد؟ كنان أخذ قراره بالفعل وعاقبني، هي ليلتي الأخيرة بعين تاب. كيف يعني؟ إيه والله السيد كنان بده يانا نروح نعيش بأدنى، لأنه شايف هذا الشيء مناسب لألنا. بكرة بأكير بدي ودع أولادي، بعدين نحمي حالنا ومنروح أنا وفوندا من هون. شو بده يصير بالأشغال اللي هون؟ وكيف بدنا نبعت رسائل الست فيلدان؟ كيف بدنا نحلها؟ شو ما بده يصير يصير، ما بيهمني. انت شو عم تقولي يا أخي؟ والله إذا عرف كنان بهالموضوع، مو لو بتروح على أضنى، لو بتروح لآخر الدنيا، والله لحتى كنان يلحقك ويقتلك ويقتلني. ألباي إدريس معه حق باللي عم يقوله، لازم نحن نضل عم نبعت رسائل حتى لو انتقلنا من هون على أضنى. كيف بدها تصير هالشغلة بقى؟ انت بتقرار الرسائل اللي بكتبها، وأنا برد عليهم ببعتهم بالبريد أو بشي تاني. نحنا ما عنا حل تاني غيره. برأيي منطقي هالشي. أنت اطمن يا أخي، لأنه أنا رح كون عينك هون وأنقلك كل الشغلات اللي عم تصير كل يوم بيومه. لا قدرت تقتله لكنان ولا متت، عمل لك شي شغلة مفيدة بحياتك، خلينا نستفيد منها يا إدريس، شغلة واحدة بس. أنا هلأ رح استأذن منكم، لساتني ما ارتحت. يلا انقلع، يلا منحكي بكرة.
الباي لا تثق بإدريس أبدا. شو قصدك بالحكي هاد؟ على شو عم بتلمحي؟ أولا ما سأل إذا رحنا على الشرطة ولا لا، وتاني شي ما سأل إذا أخذنا بيت سعيد علي أو لا، معناه هذا بيعرف كل شي صار. الزلمة عم يقول أبوه مات، يفادر شو بيت شو عم تحكي عليهم أنتي؟ حاجة ولو بيكفي. لك بيصير اللي عملتيه يا زمرد؟ شو استفدتي من عملتك هي؟ تركتي كل شيء؟ ضميرك ما أنبك أبدا وقت تركتيني هيك؟ بعرفك إنك رحتي وتركتي البيت وطالعتيني من قلبك كمان. Kader böyle imiş ağlarım bazı gönül hey sebebi. تعودتوا كل يوم الصبح تستنوني، واليوم كمان استنيتوني. انتوا كمان ما عندكم بيت، مين بيعرف من وين هاجرتوا واجيتوا؟ بتروحوا من مكان لمكان عم تدوروا على حدا يطعميكن ويدفيكن، وانا مثلكن عم دور على مكان يدفيني. صباح الخير. صباح النور. عم تحكي مع الحمامة؟ ايه عم حاكيهم. جدو اللي كرم، قالت لي ماما مرة انك كنت تعمل ألعاب من الخشب وعملت وحدة للسعيد علي الصغير. ايه كنت اعمل ألعاب، بس هلا انت كبرت على ألعاب مو هيك؟ مو لعبة، عش حمام. عش حمام؟ ايه عش حمام. إسراء بتحب الحمام، خلينا نربي كم وحدة هون وخلي إسراء تطعميهم كل يوم، ومنه منكون حمينا الحمامات من البرد والمطر. بصير، نعمل لكم كم وحدة ومنعلقهم بالحوش هون. شكراً كتير جدو لأنك وافقت. تكرمي بنتي، لا شكر على واجب. سعيد علي رح ينبسط كتير كمان بهش. ايه يلا خلينا نمشي. خاطركم لا تزعلي بقى، رح يكون في عش للحمامات، يعني الحمامات رح يزورونا، ما رح يضلوا بلا مأوى. وهلأ بما أنه حلينا مشكلة الحمامات خلينا نروح على التدريب. الله معك. شكرا. عم دور على أغراضي وما عم لاقي شي منهم، كأنه ضاربني العمى. دورت كتير وما لقيت شي. ما في حدا منكم سامعني كمان؟ عمي خير إن شاء الله. جدو أمرني سيد أبو خليل، بدك شي؟ وين الطقم الرمادي؟ وساعتي كمان ما عم لاقيها، وين بتكون؟ أنت لابس عمي، شو بدك بالطقم الرمادي؟ امبارح لبست هاد، كل يوم بدي ألبس نفس الشي. ديلان معقول الطقم يكون مع التياب اللي بدهم كوي؟ لا. وينه لك؟ ما بعرف، لأنه ست زمرد ما كانت تخليني اتدخل بتيابك بنوب، ولا كانت تخليني أقرب على خصوصياتكم. استنى شوي عمي، أنا رايح أدور. لا لا تفتشي بلاها، طلعوا على حالتي. حاسس إيدي مربطين، معقول الواحد ما يعرف وين أغراضه؟ أنا هيك صايبني كل هالسنين اللي مرقت، كانت حياتي ماشية طبيعية ويا محلاها بوجود زمرد، كل شي تخربط. حياتنا انقلبت فوقاني تحتاني بغيابها، يعني خرب نظام البيت لما راحت من هون.
كل هالسنين ما قصرت معي بشي ابدا، وهي هون كنت كل يوم الصبح لقيت ثيابي مكويه وجاهزه. كانت تهتم بثيابي وكانت تهتم مواعيد ادويتي وكم دواء لازم اخذ تعطيني اياهم. زمرد كانت سندي بهالحياه، ووقت اختفت من حياتي عرفت قيمتها. عمي شو رأيك روح أحكي مع مرت عمي؟ لا، ما حدا رح يروح لعندها ولا حدا بده يحكي معها، هي اللي رح تجي لحالها مثل ما راحت. شو صار؟ جدك زعلان كتير. امبارح بالليل كان قاعد على البلكون سمعته عم يغني ويبكي لحاله، وهلا قبل شوي كان عم يصرخ ويقول انه مو ملاقي ثيابه وغراضه وادويته. زعلان لانه ستك راحت. دفنا حبيبتي اللي بتزعل على الكل، ان شاء الله نحن كمان منكون سوا هيك مثل جدي وستي، ومنعيش 100 سنه مع بعض بدون ما يبعدنا او يفرقنا شيء ان شاء الله، لانه انا بلاكي مو بس بضيع اغراضي، ما بقدر اتنفس. عمر انا شو عم اقوله وانت شو عم تقول؟ دفنا انا فهمانك كتير منيح، بس اذا حاولت انسى الشيء اللي عملته ستي معك ورحت راضيتها ورجعتها معي على البيت، بتفكر حالها هي اللي انتصرت. انت مرتي وحياتي وما بسمح لحدا يهينك. ايه، ولو انت كنت غلطانه على ستي كنت وقفت بصفة ضدك، يعني وقفت مع الحق، لهيك انا واقف هلا جنبك. تايلو لا تزعلي، أنا بعرف منيح شو عم بعمل. أهلا وسهلا فيكم. لا تواخذني يا ابني، جيناكم وأزعجناكم من الصبح بكير. شو هالشغلة يا أبي؟ تفضلوا. مين إجا؟ مدحت مين إجا؟ في شي خبر جديد؟ لا ما في. تفضلوا على الفطور ناكل سوا، أعطيني عنا. لا نحن فطرنا يا ابني قبل ما نطلع، كلوا انتو. ما بيصير، تعالوا اشربوا شاي على القليلة. يلا يا نفيسي فوتي يلا. انت عادي سيران، انا بحضر الشاي. انت كلي لك كم لقمة من امبارح، ما حطيتي شي بتمك. مالي نفس ابنه. ما بيصير هيك يا بنتي، لازم تاكلي مشان تقوي. تعي كلي لك كم لقمة. مدحت ابني اتصل بإحسان، كان بده يروح من الصبح بكير على المخفر. بتصل فيه بعد شوي أبي، أساساً هلأ تغير مجرى القضية كله. شو صار؟ أنا كيف بدي خلص هدول كلياتهم؟ ما في لا كيراتين ولا شي تاني. لا تعزبي حالك، لا تاخدي شي. شلون ما أخدهم يعني؟ أنت ما بتعرف أنا قديش دفعت مصاري على هدول؟ شوفي فوندا، مو مبين لوين بدنا نروح ووين بدنا نضل، وأنت لسه عم تحكي لي عن الأغراض. يا روحي، كنان مو قال إنه هنيك في بيت مجهز ومفروش؟ أنا ما راح ضيع وقتي بهدول بخاطرك. لوين بدك تروح وتتركني آل باي؟ بدك تتركني ضب كل هدول لحالي؟ والله أنا كمان حامل وما بيسوالي التعب كل هالقد. أنا لازم روح الدكان، في كم شغلة لازم أخدها من هنيك. أساساً أنا ما بعرف إياه وش بدي روح الدكان بعد كل اللي صار. هلأ بيكونوا خليل وملك ورجوا التسجيل لكل العيلة الكريمة، وحضرتي صرت مسخرة للكل. معناها يا قلباي روح وخلص شغلك على السريع، لا تتأخر، وبترجاك لا تتدخل بحدا منهم. بعدين بدي روح على الطابو ولأنقل ملكية البيت للأولاد، مو هيك السيد كنان بده؟ طيب ماشي، اعمل اللي بدك إياه بس ما تتأخر، أنا ما فيني ضب هدول لحالي. ماشي يلا بخاطرك. لا تتأخر علي يا ألباي، ولا تتحركش بحدا. بنتي
ما دام بنتك كانت حابة تشوف أبوها فهاد حقها، شو معرفني؟ لو إنك مخبريتنا كنا أخذناها لعنده. أنا ما حبيت دخلكم بموضوع وبمشكلة ما لكم علاقة فيهم. معقول هالحكي يا بنتي؟ ليكي نحن صرنا عائلة واحدة. إيه؟ بنتك مثل حفيدتي، ومشكلتك هي مشكلتنا وهمك هو همنا كمان، لا تفكري بهيك أبدا. شكرا كتير إلكم، بس في عندي سؤال محيرني. أنتوا ليش كنتوا رافضين زواجي بمدحت؟ بعدين الشيء اللي صار بين مدحت وأردال، هالشي خلاني أخاف، وأنتوا بتعرفوا مدحت بيعصب بسرعة، ما حبيت أني خليه يرتكب نفس الجريمة. ماشي، معك حق بكل يلي عم تقوليه، بس كل شي خلص صرنا عيلة واحدة، توحدنا، وهلأ تأكدي أنه ما في فرق بينك وبين ملك أبدا. شكرا كتير. ليش ما حكيتي لي من الأول يا روحي عن القصص اللي كانت عم تصير معك؟ ليش خبيتي علي؟ تذكري إنه كلياتنا معك دفنا؟ ليش دايماً عم تحاولي تحلي كل مشاكلك لحالك وعم تتحملي كل هذا الوجع؟ الشيء اللي مر علينا كان كتير صعب، لهيك ما حبيت خبرك ولا خبر جده مشان ما حملكم فوق همكم. وانتي كمان يا روحي عندك قدرة تحمل معينة، ما لازم تتحملي فوق. عمر كمان عرف بعد فترة ووقف جنبي. عمر لولا ما عرف بالصدفة ما كنتي رح تخبريه كمان؟ أوه يا روحي انتي يا حبيبتي، السكوت مو حل أبداً بنتي. أساساً مشكلة ستك زمرد مو معك إلك لحالك. من الأول هي ما بدها، يعني هي مشكلتها. لا بنتي، هي عم تتصرف معك هيك لأنه بتكرهني لإلي، وخصوصاً بعد الشيء اللي عمله أبوكي. كتير تمادت وزودتها، بس ما عاد أسمح لها تعمل أكتر من هيك. خلص ما راح أسمح لها تنتقم منك على الشيء اللي عمله أبوكي. يا روحي لا تاكلي هم. شو بدنا نعمل؟ شو راح يصير معنا؟ لو بتشوفي جده أبو خليل كيف زعلان ومقهور على غيابه. دفنا لا تاكلي هم شي، إن شاء الله كل شي رح يتحسن ويرجع مثل الأول. سعيد علي، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعالوا اقعد. خبرني صار معكم شي جديد؟ عرفتوا مكان البنت؟ والله هي جايتي من عند مدحت، حكينا مع أحسان وهو رح يتكفل بالموضوع. شو هالقصة هي؟ حرام بتكون سيران هلأ دايبة على بنتها. صحيح البنت مع أبوها هلأ، بس هو واطي وخطف بنته وحرامة من أمها، وهذا صعب كتير على سيران. ايه والله مزبوط، مو سهلة. الله يعينها ويعيننا إن شاء الله. آمين. الإنسان بيحس إنه فقد قطعة من جسمه لما يخسر حدا من عيلته. اسألني إلي. ايه شو صار معك؟ شو؟ رجعت حكيت مع زمرد؟ لا ما ردت ولا اتصلت، بس والله طلعت من دونها ضايع، لأنه هي حياتي ودنيتي وشريكة عمري. صدقني ما عرفت نام، وما عرفت كيف مرق هالليل من دون ما أسمع صوتها. خليها تهدى شوية وتريح أعصابها وبترجع تحاكيها. ماشي؟ ها؟ مو شفنا هاد؟ معناتها ما رح تزبط شغلتنا. بده يترك عنتاب بهاليومين. كذاب، لا تصدقه. لا، هالمرة رح يروح عن جد. ورجتني ملك على فيديو بعته امبارح، قال بده يشوف الأولاد ويودعهم، وإنه ندمان وبيعتذر منا، وكمان بعت فيديو لخليل عم يعتذر منه عن كل شي عمله معه. عن جد عم تحكي؟ إيه، قلت لك شفت الفيديو. طيب وهالواطي ليش لحتى يعتذر؟ شو اللي تغير؟ قصدك كنان أجبره؟ يعني معقول يتغير بيوم وليلة؟ من اليوم ورايح بدي أعرف كل شي عم بيصير هون، فهمت؟ طيب بدي أعرف كل تفصيل حتى ولو ما كان مهم. ماشي. على طول بتقول طيب وبتغلط، إن شاء الله بس ما تكون عم تشتغل ضدي يا سيد إدريس. لا معقول أنا ساوي هيك شي؟ وبعدين شو شفت مني لتقول هالحكي؟ مو حضرتك عطيته التسجيلات لكنان؟ لا تنكر هالشي. لك أخي حط حالك محلي، شو كنت عملت؟ ما قدرت خبيهم عنه.
لو كنت محلها كنت عملت أي شيء حتى ما أعطيهن أخطر فيك. كان لازم سكر كل هالقصص وارتاح منها قبل ما أروح من هون. يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. قال صاحبك رح يروح مزبوط؟ مزبوط، اليوم رح يترك عنتاب. ليك ما بعرف شو عملت لقناعته، بس شكرا، لأنه لو ظل قدامنا كان رح يجي يوم ونبتلي فيه على كيف. حق معك، إن شاء الله رح ترتاحوا منه. آمين. الظاهر كل يوم عن يوم عم تزيد المحبة بينك وبين الخطايرة، ما شاء الله. الأصول بتقول إنك تسلم على جيرانك، شو وين الغلط بالموضوع؟ لك أنت على مين عم تضحك سيد كنان؟ عم تضحك علي من زمان دوري هلا. شو ضبيتوا غراضكم؟ فوندا هلا عم تضبون، أنا راعي عالطابو، بدي مر على الأولاد وبعدها منروح. طيب استعجل، خلص قصصك قبل العصر. إدريس روح جيب لنا فنجانين قهوة سادة، وخذوا اللي عند زينال بدي أحكي معه. Bir varmış bir yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış dilemem. Karadağlar karşımda.